ماما احكي لي ايه اليوم التقيل ده؟ ما هو لازم اول حاجه اكلم حضرتك فيها اليوم الصعب ده. تقريبا انتوا اتبلغتوا الساعه 5 قبلها بيوم، 5 المغرب تقريبا، انا فاكره انه ان انتوا تاني يوم هتلعبوا الاتحاد السكندري. ايه الكواليس؟ ايه الموضوع؟ اتصرفتوا ازاي في القصه دي؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. الاول الحمد لله الموضوع كان صعب عليا شويه، لان انا كنت انت عارف انا لسه كنت بتكلم عندي تراي ماتش، هلعب ماتش منطقه يوم الاثنين عندي. ماتش المنطقه بتاعي يوم الاثنين كنت مركز هعمل ايه مع فرقه تانية خالص هلاعبها. فجيت انا يعني انت يوم الاثنين كان عندك ماتش منطقه، ماتش منطقة. مش سوبر خالص، مش سوبر، مش سوبر خالص. مع الاتحاد السكندري. لا لا لا. والسبت انا بعمل تمرينتي على هنعمل ايه مع الفرقه اللي هنلاعبها كذا. يوم الاحد الصبح اعمل حسابك ان انت هتلعب ماتش الاتحاد. ماتش اتحاد مين؟ انا عندي الشرقيه، ف يعني كان الفرقه اللي هلاعبها في الدوري حتى مش الاتحاد سنك، مش الاتحاد درجه اولى. فقالوا لي هو ده اللي هيحصل. فقلت طيب هنعمل ايه يعني؟ فقالوا لي في اربعه هيبقى اللي بيلعبوا مع الدرجه الاولى هينزلوا لك، وثلاثه من 12 وبتكمل بقيه الفرقه يعني. الاربعه اللي هم اوريدي متصاعدين، عشان بس الناس ما تفهمش انه لا لا متصاعدين يعني دول يلعبوا معايا. لا لا دول يلعبوا معايا كمان السنه دي المفروض. اوكي. يعني هم انت عارفه حضرتك دايما عندنا في الدرجه الاولى الولد اللي سنه السنه يعني اللي كان السنه اللي فاتت تحت 20 من حقه السنه اللي بعديها يلعب درجه، يلعب 20 سنه. ايوه. وعندي لعيب بيلعب في ال 20 سنه اسمه سليم العيسوي، وعندي لعيب تاني بيلعب تحت 18 ياسين ياسف. الاثنين كانوا متالقين بصراحه في المباراه ما شاء الله. وفي ناس تانيه كانت متالقه كويسه قوي جدا، كلهم رجاله بصراحه، كلهم كويسين قوي. طبعا بقى بجانب بقى جمعنا عملنا تمرينه هناك. انا رحت حتى التمرينه كانت متاخر، كانت التمرينه بتاعتي من 7:30 ل 9، رحنا متاخر شويه لغايه اما الدنيا ظبطت. بدأنا ربنا كرمنا يعني عايزين نقول يعني كان نفسنا طبعا نعمل احسن حاجه، بس والله ما يعني ما قدرناش غير اقصى حاجه دي عندنا. الحمد لله على كل شيء.